ومعنا هاتفيا من اسطنبول سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك سيد مصطفى. إذا هناك مصادر صحفية أكدت أن العباد يسعى إلى الحصول على قرار يمنع تأجيل الانتخابات من المحكمة الاتحادية، لماذا برأيك يدفع العبادي باتجاه عدم التأجيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. وحياك. يدفع العبادي والكتل الطائفية المهيمنة على الحكم في العراق باتجاه التأجيل، لأنهم واثقون من أن عمليات التزوير التي يريدون أن يحققوها باسم سنة العراق كما يقال في المحافظات ذات الغالبية السنية لا يمكن أن تتم في حال عاد النازحون إلى مواطنهم ومحل سكناهم التي سبقت تهجيرهم ونزوحهم، وبالتالي فهم يستعجلون هذه إجراء هذه الانتخابات لغرض تزوير يعني أصوات سنة العراق بشكل خاص. النائبة أشواق الجاف قالت إن زيارة الوفد الكردي تأتي لأغراض انتخابية، كيف تقرأ هذا التصريح خصوصا أن الأزمة مع كردستان لا تزال تراوح مكانها؟ يحاول بعض أقطاب العملية السياسية الاحتلالية في العراق إمالة هذا الطرف أو ذاك لغرض، وتحديدا الطرف الكردي أقصد، يعني يحاول بعض الأطراف في العملية السياسية استمالة الطرف الكردي لغرض الحصول على بعض المناصب والمكاسب في أعقاب الانتخابات المقبلة، وبالتأكيد يقف على رأس هذه الاستقطابات ثوري المالكي الذي يحاول أن يكسب الأكراد مجددا للحصول على ولاية ثالثة مرة أخرى ليتحكم برقاب العراقيين وأموالهم فيقتل منهم ويسرق أموالهم. هل من الممكن أن نرى انشقاقا للصف الكردي في الانتخابات المقبلة نتيجة تنافس بين مؤيد للعبادي وآخر يبحث عن بديل له، ومن البديل برأيك؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك انشقاق حقيقي، إذا حصل انشقاق فهو ظاهري. البدائل التي بين يعني تتراوح بين حيدر العبادي ونور المالكي، لكن انا اعتقد ان منصب رئاسه الوزراء القادم في حال اجريت هذه الانتخابات بالشكل المعروف والمتوقع فسيكون من حصه حيدر العبادي. اذا كما اشرتم هناك تقارير تؤكد ان هناك تنافسا بين المالكي والعبادي لاستقطاب القيادات الكرديه قبيل الانتخابات المقبله، كيف سينعكس هذا التنافس على المشهد السياسي في كردستان خصوصا والعراق بشكل عام؟ سواء فاز حيدر العبادي او نوري المالكي فلا فرق بينهما، كلاهما عضوان قياديان في حزب الدعوه، نوري المالكي ما يزال يقود حزب الدعوه وحيدر العبادي جزء من قياده هذا الحزب الاقدر كما يبدو على تدمير العراق، ولذلك هو مستمر في تولي المنصب التنفيذي الأول في العراق منذ عام 2005 على الأقل وحتى الآن، وكل الجرائم التي حصلت يعني يقف حزب الدعوة وراءها بشكل أساسي، دون أن نغفل طبعا مسؤولية باقي الأحزاب التي اشتركت في الحكم سواء كانت كردية أو سنية أو شيعية كما يقال ضمن التشكيلة الاحتلالية التي جاء بها الاحتلال في حكم العراق. وبالتالي فأي انعكاس سيكون هو انعكاس سلبي على الأوضاع في العراق عموما وفي منطقة شمال العراق بشكل خاص. يعني في المحصلة استمرار هذه الصراعات السياسية وتشظي الكتل والأحزاب في هذا الوقت، ما تداعياته وآثاره على مستقبل العملية السياسية؟ العملية السياسية لها رعاتها، عندما أنشئ هذا النظام الاحتلالي نظام المحافظة الحزبية والطائفية والعرقية في العراق له رعاته، وتحديدا الطرفان الأمريكي والبريطاني، الطرفان الأمريكي والبريطاني هما من يمنعان انهيار هذه العملية الاحتلالية، مشروع الاحتلال السياسي في العراق. ولو ترك الأمر للداخل العراقي
لانهارت هذه العملية السياسية بشكل حقيقي، لكن دائما هناك من يتدخل لإنقاذها، وأنا أعتقد واحد من أكبر من يتدخل لإنقاذ هذه العملية السياسية هو مقتدى الصدر. شكرا جزيلا لك هاتفيا من اسطنبول سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.